ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، التوكل هو الاعتماد، أن يعتمد على الله وحده سبحانه وتعالى، وأن يعتقد اعتقادا جازما أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، فيعقد قلبه على الاعتماد على الله تبارك وتعالى كليا كليا، يعتمد على الله تبارك وتعالى. وأما التوكل على الناس هذا كفر وشرك بالله تبارك وتعالى، إلا في الأمور التي يقدر عليها الناس، ومنه الوكيل، ما يسمى في كتب الفقه فلان وكل فلانا وكذا، هذا التوكيل لا بأس بهذا حتى تقضى به مصالح الناس. أما التوكل الذي هو اعتماد القلب على الله أو اعتماد القلب، هذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. فمن توكل على غير الله جل وعلا، يقول أهل العلم، له ثلاثة أحوال، أو من توكل على كل حال له ثلاثة أحوال: أن يتوكل على الله وهذا هو السعيد، أن يتوكل على الله وعلى غيره في جلب منفعة أو دفع مضرة مع اعتقاده أن الله بيده كل شيء، فهذا يعني توكله ناقص غير كامل، وإما أن يتوكل على شخص مع اعتماده الكامل على الله سبحانه، فهذا جائز لا بأس به. فالتوكل إذن عبادة، لا يجوز أن يصرفها العبد إلى غير الله تبارك وتعالى إذا كانت هي اعتماد القلب. نعم.